السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة ملؤها التقدير والمودة أبعثها لكم. وحنا كنتواجدوا هنا قرب الملعب البلدي، أيقونة الملاعب الوطنية، الملعب البلدي الذي أضحى مقبرة لكبريات الفرق الإفريقية. وغادي نشوفوا الجماهير اللي كتحج هنا منذ الساعات الأولى من أجل يعني حصل على مقعد باش كرسي باش تشاهد المقابلة. سي عبد الخالق تبارك الله عليك، هذا ابن حي المكتب، حي شعبي اللي عطى نساء ورجالات في كل المجالات، اكيد يعني مدرسه كرويه. والان حتى هو كيزيد تضرب، رغم ان المقابله غادي تنطلق الساعه تمام الساعه 8، لان يعني الاحتفاليه على شده منذ الساعه الاولى. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك سي مون، دابا زينه الحمد لله. شنو تقولنا على هذه الاجواء اللي كنعيشوها هذه الايام؟ وكان نقول لك سي مون ان شاء الله مربوحه المظاهر البركانية مربوحة. شوف مربوحة وهايك مربوحة، ها هي حي مربوحة ومربوحة، راها مربوحة إن شاء الله. إن شاء الله. الجو ممطر، أجواء زينة، إوا تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك ونتمناو الخير إن شاء الله. نتمناو الخير إن شاء الله. مرحبا بكم جالية الخارج كذلك اللي كيتابعوا معنا ويشوفوا الاجواء هنا. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. الله يبارك البنات تبارك الله عليكم. الله يعطيك الخير السي مول. اشنو جايين باش النهضه تربح لينا يعني ممثله كره القدم الوطنيه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ديما بركان، ديما مغرب. ديما مغرب. شوف هالورونجا، شوف يعني اجواء احتفاليه كنعيشوا العيد الكبير والعيد الصغير وبين العياد. بارك الله عليك سي عبد الخالق، الله يحفظك. الله يرضي عليك، بارك الله فيك، الله يحفظك. مرحبا بكم اخواني اخواتي، كنرحبوا بكم. وحنا هنا في هاد اللي نشوفوا هادو ديال الجرى اللي بالعلم الجزائري. ان شاء الله يعني ممثل كره القدم المغربيه يكون في مستوى الحدث. اكيد كل المغاربه وانظار العالم متجهه صوب هذا الملعب الجميل اللي كما يحلو لي دائما ان اسميه ايقونه الملاعب الوطنيه، الملعب البلدي. وهذا الجانب من المؤسسه التي اشتغل بها، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملويه بركان. وقلت ان المقابله ستجرى ابتداء من الساعه 8 إذن، ومع ذلك هناك يعني حضور ديال الجماهير اللي حجت باش حجت الكراسي ديالها. وهذا الاحتفال للصراحة يعني يشد الانظار من كل صوبين او اتجاه. اذا دائما كنرحبوا بكم اخواني اخواتي، ونقول لكم اهلا وسهلا. حبيبة زوجي شتي الاب ديالك سي عبد الخالق اللي ابتدانا بهذا البث، والاخوات ديالك تحية لك، تحياتي سي ميمون تبارك الله على بابا. فيعني هاد الايمان هادي اللي راه معنا هي اللي يعني دارت عندنا ستاج ديالو فيك. السلام عليكم. عندك ذكر الخريطه كوزكوزا شويه. لا شوف هنا الطريق. اذا مباشره كنرحبوا بكم، يعني كاين هذا العرس الرياضي، يعني الاجواء جميله جدا جميله جدا. نتمنى تفوت في مقابله خاويه، ونتمنى ان شاء الله تعاون المغرب كان في نهار ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك، بارك الله فيك. لان دائما هنا كنتواجدوا قرب الملعب البلدي من اجل نقل الاجواء كما هي هنا، ونتوحد النظره نزولا عند الرغبه ديال الاصدقاء اللي كيتابعوا معنا سواء داخل ارض الوطن او خارجه. فيعني اللي يعني الجمهور المغربي بصفة عامة والبركاني بصفة خاصة، جمهور صاحب العلامة الكاملة. فقط نتمنى مرحبا مرحبا ان شاء الله بركان تربح 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله نطلعوا لا فينال ونديو الكاس باذن الله. لا فينال والكاس، وان شاء الله تكون واحد المقابلة في المستوى. ديما بركان ونبقاو حسن المول. ديما بركان تبارك الله. اوه صورة جميلة ولا أحلى، بارك الله عليكم. مرحبا. إذا كنشوفوا الأجواء كما هي، بارك الله عليك. مرحبا. الله يحفظك، بارك الله فيك، دعوة زينة، الله يرضي عليك، بارك الله فيك. إذا هادو الأمن الخاص، بارك الله عليك. مرحبا.
النتيجه ان شاء الله غادي تكون لصالح الله يكون بخير. تحيه بركان. ديما بركان ديما مغرب، لان اجواء هنا يعني الاجواء جميله هنا بالقرب الملعب البلدي. ومقابله قلت غادي ننطلق تمام الساعه الثامنه، ومع ذلك كاين حضور وكاين امطار الخير اللي كانت هاد اللحظه. نسال العلي القدير ان يغيثنا ما ترى، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. اذا هذا الشعارات اللي معروضه للبيع خويا. شكرا سي ميمون، نتمنوا ان شاء الله نهضه البركان تربح اكيد. هذا التمنيات ديال الجميع، التمنيات ديال العتيقي والجماعه ديالو. السلام عليكم، كي داير مع الصحه؟ صباح بخير، دعوه زينه. اوي اوي اوي، السلام عليكم، صباح بخير، لاباس؟ بارك الله فيك. اوي الجماعه وما لاباس، دعوه زينه بخير. مليحه كلشي بخير، انت مليح. راكم معنا على المباشر ونزولا عند الرغبات ديال الاصدقاء، فملي كيشوفوكم كينوروا ويبغيو يعرفوا الجديد على هذه المقابله اللي غادي تلعب في شوطها الثاني. الشوط الاول انتهى لصالح النهضه البركانيه بالقلم، ونتمنى ان شاء الله تكون بالقدم. السي العتيقي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. انت شنو تقول لنا على هذا؟ شنو نقول لك اخويا؟ سواء المقابله تلعبت ولا ما تلعبتش، احنا رابحين رابحين باذن الله. نهضه كبيره على الجميع افريقيا ولا وطني. بارك الله. هذا اللي نقدر نقول لك. كلام جميل وانت الاجمل سي العتيقي، ونتمنى لك التوفيق في المسار ديالك للتمويل. بارك الله عليك. السلام عليكم، ونتمنى ان شاء الله تجي المقابله في ظروف جيده وننتصروا. بغينا نتفرجوا المقابله. اكيد رغم الاحاديث على انه غادي تاجل المقابله ولا غادي كما يقولوا فوت يعني هذا نتمنى ذاك القيل والقال انه ما ياثرش على التركيز ديال فريق النظر. زعما قالت الاحداث هذه ولكن ما كتبش، معليش. المهم بركان تنتصر ان شاء الله والنهايه باذن الله. باذن الله. شكرا الله يحفظك، بارك الله فيك. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله المغرب بركان غادي تجي منا الربحه وما كرهناش يفرحونا ان شاء الله. ان شاء الله النهائي باذن الله والكاس بركانيه مغربيه. تبارك الله. يا ربي نديو الكاس النهائي. المهم لعبنا لهم الهاتف 3-0، ان شاء الله هذيك 3-0 يعني كانت بالقلم، ونتمنى ان شاء الله تكون هذه المره بالقدم. كان شي اقبال موجود اذا يعني رائع جدا، وهذا كنعيشوا اجواء احتفاليه يعني. مرحبا مرحبا. اين مدينه؟ الدار البيضاء. مرحبا بالناس ديال الدار البيضاء، تبارك الله عليك، الله يحفظك. اذا كاع المغاربه حاضرين هنايا يعني من كل صوب من اتجاه. مرحبا بالناس ديال العروي اللي بدورهم يعني تبارك الله عليك جيتوا باش بركان تربح. هادو الناس ديال العروي، تحيه الناس ديال العروي، بارك الله عليك استاذ. اوه ما شاء الله، انا حسيت الصديق ديالو. شوف الاب رافق الابن ديالو ولا يشتاذك، قلت ربما الصديق ديالو، فتبارك الله عليك. وتحيه من خلالكم الناس ديال العروي، وشنو يعني الجو اللي غادي يكون ان شاء الله هذا العام. كنتمناو لهم الفوز ان شاء الله، وديما ديما المغرب هذا المنطق ديال الصحراء وديال لا علاقة مع الكبرانات. أكيد أكيد. لا علاقة مع الكبرانات. أكيد. حنا جينا نلعبوا كرة سواء بالراية سواء بالراية. مدينة هزين شعارنا الله الوطن الملك. شكرا وتحية لك وتحية الناس ديال العروي. سي جمال. سي جمال. سي زامورانو تبارك الله عليك. زامورانو يسلم عليكم، بركان تربح لنا ان شاء الله، ما فيهاش شك، ما فيهاش شك، ما فيهاش الاجواء هنا. ارواح راني ندور عليك نشوف الصوت فين راه. كنوس بارك الله عليك، بارك الله عليك. نعم صحابي خير، دعوه زينه بخير. غنشوفوا بعدا ثانويه الليمون ابو الخير، يعني اقدم مؤسسه تعليميه، وهذا سي فنوس اللي دائما حاضر. تبارك الله عليك، دعوه زينه. شنو النتيجه ديال هذا النهار؟ ربحوا رابحين كما كان الحال. روح سي فنوس، شفت دور دور اي تبارك الله ما شاء الله. شنو بركان تربح لي؟ اوي 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 بركان تربح لينا ياك؟ واه. كي سميتك؟ جنات. ها؟ جنات. جنات
جنة 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 مغربية وطننا يا وطني احنا. السلام عليكم، كي دايره استاذة؟ قالت لي سميتي جنة. انا بنت خو اكرام. اكرام، جنة 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 مغربية وطننا يا وطني حنين يا ابو قلب الطيب دناري جنة. بارك الله عليك اخت اكرام، مرحبا. بارك الله عليك، جيتو باش 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 نهضت باش نهضت تربح ياك ان شاء الله. يا بركان ديما بركان، اذا كل التوفيق والنجاح. فنتمنى ان شاء الله النهضه البركانيه تربح. شوف الحضور هنا يعني تبارك الله عليك، مرحبا. اي لورونش، يا الدحميس وما دار وما راه فاعل، مرحبا. وهذه الخريطه، هذا الشعار ديالنا للمغاربه. اوه 3-0 صافي. موس اي تبارك الله. ديما بركان. روح اخ موسمنا، فوالا تحية مغربية. فوالا تحية مغربية. بارك الله عليكم. السي عز الدين، التحية لهذا الأمن الخاص اللي على قدم وساق دائما وأبدا، كما كان البث ديال الصباح قلنا تحية الأمن الخاص والأمن الوطني القوى المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية، الكل مجندون على قدم وساق من أجل السير العادي ديال هذا الجو الرياضي الاحتفالي. بارك الله عليك سي عز الدين. شكرا خويا، السلام عليكم. نهار مباراة إن شاء الله العادي، النهضة البركانية إن شاء الله. مازال أخويا والله ما عرفنا الحساب التوقيت اللي راهم عارفين ماهي. السلام عليكم. مازال ما قالوا لاباس راكو عزاز وغالي، وكم وعزوك. واه سي موس، سي عز الدين واحد كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. امين امين امين. ولا راه كان راه من الناس راهم يجيو يدخلوا، مي غادي ان شاء الله يكون الماتش. واه واه يكون الماتش. واه واه السلام عليكم. سيدي نور الدين، اسمح لي لما صحابي خير. بخير يا ولدينا. بخير بخير. معنا واحد رجل تعليم سابق والاديب والشاعر المهم راه غادي يلعبون، المهم ان شاء الله. المهم على اي نحن راه حنا واجدين. يلا تهلا فراس، يلا يلا بكلاف بكلاف. سيدي المحادثة تتكلم معايا. سي نور الدين، وحنا على المباشر اكيد باش نوضعك الصورة. سي نور الدين اللي كيتواجد بالديار البلجيكية، وابى الا أن يحضر معنا هذا العرس الرياضي، والجميع متجند باش إن شاء الله النهضة البركانية تفرح كاع المغاربة داخل الوطن وخارجه. سي نور الدين، شنو أنتيا بغض النظر على أنه ابن المدينة، فأنت رياضي لاعب كرة القدم أستاذ وشاعر و تبارك الله عليك سي نور الدين، واحد الكلمة في هذا الجو اللي كنعيشوه. وحنا هنا مناسبة سعيدة جات مع العطلة، والمناسبة تاع بركان غادي تلعب بهذا المناسبة ديال الكونفدرالية، وبصفة علينا نجيو نساندوا الفريق الأم ديالنا ونحضروا ونفرحوا هذا التأهل إن شاء الله. يعني الجميع غادي يساهم في هذا الطحة، وحنا كجمهور ولاعبين على مستوى رقعة الميدان، وحنا الجمهور على مستوى المدرجات. سي نور الدين، معنا واحد الرجل ديال الغد براهيم اللي كيحاولوا دائما باش حتى هما يتواصلوا مع الأصدقاء. تبارك الله عليك. ان شاء الله بركان تربح 3-0، وديما بركان صلوا اورانج بويز، هناك جمهور رائع، وديما بركان ديما بركان وديما مغرب. وتحيه لك ونتمنى لك التوفيق. راك تقرا مزيان ياك؟ نتمنى لك. وكتلعب شويه كره؟ كنلعب. نتمنى لك رجاء ورطاس، ونتمنى لك ان شاء الله ماشي غير تكون يعني ناجح في الدراسه، وانما حتى في الرياضه، وتجمع ما بيناتهم. تبارك الله عليكم. سي نور الدين تبارك الله، نديرك واحد الجوله من مجيت الليمونه. الله يحفظك. عندنا تحية لكل الأصدقاء اللي كيتابعوا معنا، فتعاليقكم تهمنا أكيد. يعني نتمنى إن شاء الله يعني تواصلوا معنا.
تحية لكل أصدقاء أين ما وجدوا، فكنحاولوا نتواصلوا معكم وانتم كذلك ما تبخلوش بالتعليق ديالكم، وباش نحاولوا دائما نكونوا في الخدمة. وهذا جانب البركان أضحت يعني أيقونة صراحة، ازدادت جمالا على جمال، وبجمال أناسها وطيبتهم وشموخ من خلال يعني جبال بني زناسن. دائما وابدا نمشيو جهه التشينا، وكما يصالح دائما التشينا ليمونة. دائما نحاولوا نتواصلوا معكم ونشوفوا هنا البركان، يمكن البركان 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 ليمون. صافا بخير دعوه زينه، راك هنا المباشر. الله يحفظك، مرحبا، شكراكم دايرين غايه ان شاء الله نربحوا الفوز ديالنا ان شاء الله باذن الله. بغاو يلعبوا ولا ما بغاوش يلعبوا، المهم رانا حاضرين. ربحنا ربحنا في الجوله الاولى بالقلم، وان شاء الله هذه المره بالقدم، ولا ما كانش قدم القلم اللي بغاو رانا معاهم. مرحبا، الله يحفظك. عبد القادر الزخنيني ما تبارك الله عليك، وتحيه ليك وتحيه للسي القادر الله يحفظك، اللي يعني مؤخرا عاد عرفتوا يعني الصوره والصوت، لان كنت نعرفه من خلال يعني السلام عليكم، كي داير؟ صافي بخير الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يحفظك. والله يا ودي بخير، الحمد لله، لاباس. راك مع المباشر، تبارك الله عليك. شنو النهضه، شنو زعما تهضر منها؟ النهضه البركانيه غادي تنتصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تنتصر، وغادي نفوزوا بكاس افريقيا ان شاء الله ايضا باذن الله، لان الهدف ديالنا هو الكاس، واللي الفريق اللي جا مرحبا به. شكرا، الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يعاونك، بارك الله فيك، الله يحفظك. السلام عليكم، كي داير؟ لاباس؟ بخير الله يحفظك. ان حنا كنتواجدوا هنا بمنى، هذه عملت اقليم بركان، عملت اقليم بركان. شفنا الاجواء تسمى ديال الاخوان هنا، يعني احمد ربي، والحمد لله كان امطار الخير، لكن زخات مطريه، فنسال العلي القدير ان يغيثنا مطرا
اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. فريد بن عيسى محمد جبرا، فتحية محمد نحوي الإخوان هنا، يعني خدنا الاعتصامات ديال عدد كثير من الشباب والجالات وكلهم على استعداد من أجل فوز النهضه البركانيه وبالتالي كرة القدم الوطنية، ويعني نزيدوا في تلميع كرة القدم بالجهة الشرقية والوطنية. أكيد عندنا جمهور صاحب العلامة الكاملة، ولكن مازال خاصنا نزيدوا نلمعوا صورة ونكونوا عند حسن ظن الجميع ونكونوا في مستوى الحدث أكيد. فيعني أجواء احتفالية رائعة ورائعة جدا، عرس رياضي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فإحنا كنتواجدوا أمام هذا الليمونة اللي شينا واللي كيجي من أي اتجاه، من كل صوب اتجاه، وإلا كيجي ياخذ صور للذكرى هنا بهذا المكان اللي كيلقى يعني رمز يعني للمدينة. من غادي ان شاء الله نتواصلوا معكم في بث مباشر يعني، ونقول لكم اطوار المقابله باذن الله اذا كانت هناك مقابله، فهما ما اخذ ورد، لكن هذا ما يمنعش باش النهضه البركانيه تكون اكثر تركيز. 5:15 نكون مساء الخير. الله يحفظك سي ميمون، الله يحفظك بارك الله فيك. ان شاء الله سي فريد بن عيسى تبارك الله عليك، محمد عمراوي سلام سيميمون خاصك سي فريد لتكتمل الفرحه مربوحه ان شاء الله وديما بركان. فنتمناو لسي فريد كومار الشفاء العاجل لنا، جرى عمليه جراحيه على مستوى الفدك فكل لك بالنجاح، والله كيمتثل الشفاء، نسال عليه القدير له الشفاء العاجل سي فريد كومار اللي صراحه يعني دائما بلاصتو كتبقى شاغره. وتحيه لسي محمد عمراوي اللي دائما كيفكر سي فريد كومار، وسي عمراوي هو الاخ ديال زميل العمل يعني بين مكتب جهه والسمار الفلاحي لمليو بركان، لاعب سابق النهضه البركانيه وكذلك المغرب الفاسي. واللي مباشره سي عبد الله الراجل الزيني دائما حاضر تبارك الله عليك. المريسي الا قبلتوا علينا، الا قبلوا علينا العشاء في المريسي هذه الليله. السلام عليكم، صافي بخير، الله يحفظك بارك الله فيك. والله الا الحمد لله، يعني كنا باش نتلاقاو جات الصدفه انه تلاقينا، وفرصه جميله في هذا الجو المطر. مرحبا سعيد، الله يحفظك بارك ان شاء الله، الله يحفظك. هذا السي زاوي فيسكا بركان اللي دائما كيتواصل معنا وكنحييوه دائما. مربوحه كلنا النهضه البركانيه اكيد. هذا السي حسين بطاش رئيس جمعية قدماء لاعبي وجدة، الرجل الطيب صاحب القلب الكبير وصاحب الابتسامة العريضة، دائما كريم جواد، والابتسامة في وجه أخيك صدقة، دائما كريم جواد. فسي حسين تحية ليك وتحية. السلام عليكم، الله يحفظك بارك الله فيك. الله تحية لسي حسين وتحية الناس ديال وجدة، وكل التوفيق للمولودية الوجدية وكذلك للاتحاد الإسلامي الوجدي، وكل التوفيق كذلك لهلال الناظور اللي نتمنى ان شاء الله يرجع للمكانه الحقيقيه ديالو والفتح باش تظهر الكره بالجهه الشرقيه، ويكون يعني نعيشوا اجواء جميله هنا بهذه الجهه. وحنا كنعرفوا بانما كره القدم اضحت يعني قاطره للتنميه، وحنا بدورنا نساهموا في هذا المنتوج الكروي، خصوصا ان المغرب يعني كتنتظروا استحقاقات قاريه وكذلك كاس العالم 2030 اللي غادي تشد لها الانظار من كل بقاع العالم. ميمون عمراوي ميمون عمارتي تبارك الله عليك سي ميمون، وتحيه للاخ ديالك سي محمد اللي كيبقى هو الفنان ديالنا الشاب محمد البركاني نمبر 1. فتحيه ليك سي ميمون وتحيه لسي محمد العمارتي وتحيه للناس ديال سيدي سليمان شريعه وناس بلجيكا، حيث كيتواجد مع سي ميمون عمارتي. وتحيه لكل الجاليه
التي نعتبرها السفيرة ديالنا سواء إسبانيا فرنسا بلجيكا ألمانيا هولندا ففي كل الدول ألمانيا في كل الدول الأوروبية في بقاع العالم. فالمغاربة عالم زاد المغرب يعني بلد السلم بلد الأمن بلد الثقافة بلد الحضارة بلد التعايش بلد الأمن والأمان أجواء جميلة جدا. حاولت باش نقول لكم الصورة يعني ومازال كانت مقابلة يعني حتى الساعة الثامنة والأجواء هنا تبدو يعني أجواء احتفالية كل الأنظار يعني جد يعني لهذه المدينة الصغيرة مدينة بركان لبركان زين البلدان يعني بركان كتبقى يعني هذا يبقى عندي كشعار مدينة صغيرة بمساحتها لكن كبيرة بنسائها وبرجالتها وبخيراتها وبمناظرها الطبيعية الخلابة ساحلية جبلية سهلية مدينة بركان الغالية. وكل توفيق لاتحاد أحفير. السلام عليكم سي يوسف بارك الله عليك الله يحفظك بارك الله فيك كذلك اتحاد أحفير وكل فرق عيشة الصفراوي. شكرا خويا ميمون على هذا اللايف بحال رحنا حاضرين من بوسطن أمريكا ديما بركان ليمون. فتحية لكل الجالية يعني في بقاع العالم وهذا مندوب المقابلات زميل العمل سابقا سي طيب خلاله تحية الناس ديال سالم سي طيب تبارك الله عليك سي طيب اللي دائما في خدمة كرة القدم وهذا مندوب المقابلات وحارس سابق وزميل العمل بين مكتب جاو استثمار فلاحي. سي طيب ابو عسريه شنو تقول لنا له؟ اجاك دير واحد روح اجاك تفضل تفضل واش غادي نقول اسيدي ميمون؟ قولي اي حاجه عبر باي حاجه بارك الله العالم 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 زيد تفضلوا يعني سي طيب مع البنات ونشوفوا هنايا الرايه يعني او الخريطه المغربيه. السي طيب وانت يا جبت البنات معاك باش يعني كنحسوا بحنا حنا كنعيشوا العيد الصغير والعيد الكبير وبين العياد وعيد وطني ما شاء الله يعني اجواء رائعه. جينا اليوم نشجعوا الفريق النهضه البركانيه ونتمنوا الانتصار ان شاء الله النهضه البركانيه ان شاء الله ان شاء الله وكل التوفيق ان شاء الله. وكل التوفيق ان شاء الله. شكرا سي طيب وسلم على سي حيا الاخ ديالك سي بوسريا الله يحفظك بارك الله فيك. اذا اجواء هنا ناديه بن ناديه بن عيسى نوكر افيك وير انا كنعرفوا بانما خصوصا لبعاد فانتم قريبين منا على بعد ونحن كذلك نحن قريبون منكم على او قريبون منكم على بعد فالجسد ديالكم اكيد يعني في البلد الثاني والعقل والروح يعني في البلد الام وهذا كنعرفوا لذلك دائما كلنا فخر بالجاليه اللي كنعتبروها السفيره ديالنا ونعتبروها يعني قيمه مضافه لاهاليهم ولمدينتهم وجهتهم وكذلك لوطنهم. فتحيه للجاليه الاوروبيه وتحيه للجاليه المغربيه البركانيه المغربيه في بقاع العالم. تبارك الله لا تسي سي مونير مرحبا الله يحفظك بارك الله فيك. سي مونير هذا ديال كرة السلة اللي بدوره اللي حتى هو كيحاول كل شيء فرحان كل شيء مستعد الجولة الأولى يعني بالعاصمة الجزائر يعني كانت لصالح النهضة البركانية ثلاث نقاط ثلاث أهداف كانت بالقلم ونتمناها إن شاء الله تكون بالقدم بإذن الله هذا هو ما نتمناه أكيد لله. نشوفوا تعليق ديال الأصدقاء اللي كيتابعوا معنا فنعتذروا لي سي ميمون نحن حاضرين من مع النهضة البركانية نحن موجودين هنا لمتابعة المقابلة وتشجيع فريقنا النهضة البركانية تحية سي ميمون نتمنى إن شاء الله إلا كتعرفوا إلا راكو غير هنا يقرب ولا مازال ما جيتوا تعرفوا في راني مكان البث تواصلوا معنا ونرحبوا بكم أكيد يعني أنتم دائما مرحب بكم ومرحب بجميع المغاربة من داخل أرض الوطن وخارجه اللي صراحة يعني البركان يعني كنقولوها دائما رب ضرة نافعة بركان أضحت على لسان كل متتبع للشأن الرياضي أكيد من خلال الأحداث التي وقعت وحنا كنعرفوا
يعني المغاربة بصفة عامة يعني لا يقابلون الشر بالشر وإنما يقابلون الخير بالخير والشر بالخير. إذن دائما هذه بالفطرة في التربية وفي الأخلاق دائما معروفون على الصعيد العالمي، دائما يعطيوا دروس في كل مجال من المجالات. وخير دليل على ذلك هو كرة القدم في حفل عالمي اللي هو كأس العالم بقطر، وكانوا يعني المغاربة أعطوا دروس لا تستطيع الجامعة أن تعطيها ولا المدارس، فكانت من خلال الأمهات اللواتي حضرنا كل المقابلات، وكنا يعني حافز معنوي للأبناء اللي تبارك الله عليك الله يحفظك بارك الله فيك، يعني الأسود الأطلس. فتحية للجميع وتحية للأمهات ميمي مد، إن شاء الله موفق نهضة بركان. تحية سيمون هذه الإبنة ديال زميل العمل سابقا السي قاضي الإطار السابق بالمكتب الجهوي والاستثمار الفلاحي لميمي بركان، وبالضبط بالمصلحة الإدارية والمالية. إذن محمد المرابط مساء الخير، تحية طيبة لك أخي ميمون. واش المباراة غادي تجري في موعدها؟ إن شاء الله هذا ما نتمناه، لكن دائما نقولها وبصدق أن يعني نحن متأهبون، نحن متحمسون، نحن مستعدون. فيعني داك الشد المد والجسر اللي نتمناوه دائما ما يبعدش الفريق ديالنا على التركيز. فاحنا اللي يهمنا ان الفريق ديالنا يكون مركز بشكل كبير، وان شاء الله نكونوا في مستوى الحدث. ودائما يعني اللي يبدو الملعب من هناك يعني الملعب البلدي اللي كيبقى مقبرة لكبريات الفرق الإفريقية، والنهضة البركانية ديما كبيرة مع الكبار، ودائما عيننا على الكأس الغالية اللي إن شاء الله تكون نصيب النهضة البركانية. فيعني كل توفيق لممثل كرة القدم المغربية الوطنية. حمزة الرمضاني سيميمون فين خليت فريد؟ فريد رعيان دعوا له الشفاء العاجل، لأن أجرى عملية جراحية على مستوى الفت، فهو يمتثل الشفاء، لكن يسألكم الدعاء سي فريد اللي كيبقى عنصر فعال الرائد من رواد بشويه، الفنان الساخر فاعل الجمعوي والمسرحي اللي شارك في سباق المدن برقم من الارقام 87 اللي حرزت يعني مدينه بركان على المرتبه الاولى يعني سنه 87. فتحيه لسي فريد وتحيه لكل من ساهم. أوه سير منور تبارك الله عليك. أهلا بخير سير منور تبارك الله عليك. الله سير منور جا يعني وحنا كنقولوا يعني مازال عاد ما يدفعوا الشلال وكذا وهذاك، راه ما عاد يصاوبوا الصالة وجا جا جايني الفرحة يعني ديال دائما الفريق نتاع العزيز وكيمثل ماشي ديال المدينة نتاعو، يمثل المغرب كامل بصفة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. أكيد التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله سي منور هذا ابن حي عالمي حي بويقشار تبارك الله عليك. دائما كنعيشوا الاجواء هنا. فتحيه لكل من يتابع معنا الاحمدي عبد الصدق بالتوفيق النهضه البركانيه. تحياتي لكم سي ميمون الاحمدي صدق اونفيرس اكيد. تحيه ليك وتحيه للاخوان كاملين جواد عمراوي. او السلام عليكم. هذا السي ميموني رجل الامن اللي ابلغ هو بالمنبه السياره باش تا هو يتواصل معنا. فميموني سيماوي ميمون سلام سي ديما بركان بن سالم مرحبا وتحيه ليك وتحيه لجميع الاشباح بالشفاء العاجل ان شاء الله. سي فريد الهنديه وقيل الله الا فريد نمره يعني كنقول لك فنان مسرحي سي فريد طوري ان شاء الله. السي جواد عمراوي الله يشافي ويعافي شفا لا لا ان شاء الله ان شاء الله احنا رابحين لعبوا ولا ما لعبوش باذن الله. يدين كل شيء كيتساءل كل شيء كيدير كل شيء فرحان كل شيء واجد كل شيء مستعد. وتحيه للمغاربه بدون استثناء تحيه ملؤها التقدير والموده. ابعث لكم من خلال هذا المكان الجميل وبركان اضحت جميله دائما هي جميله بأناسها بنسائها برجالتها بخيراتها، وازدادت جمالا في هذه الأونة الأخيرة من خلال يعني تأهيلها على المستوى البنى التحتية تبارك الله. يعني بركان ما شاء الله
يعني هبها الله بمناظر طبيعيه خلابه وبخيرات، نقولوا مناظر طبيعيه يعني اقصد الجغرافيا بما فيها الجبال، جبال بني زناسن الشامخه شموخ اهاليها، وكذلك السهول والبحار من هيك السعيديه الجوهر الزرقاء، مدينه سعيديه المدينه الحدوديه والساحليه الممتد ساحلها على السلام عليكم كي داير الان سي زريوح، ممتد على مسافه ديال 14 كيلومتر. فتحيه لابناء السعيديه، ابناء البهجه، ابناء الدعابه، واللي دائما المدن السياحيه دائما اقولها وناسها هم عالميون اكيد، فتحيه للجميع. احمدي مصدق توفيق جمال شمس بدوي الله يشافيه يا ربي، هذا على السي فريد. محمد اسماعيل تحياتي واحترامي سي ميمون، معك محمد اسماعيل من هولندا، اخ سي محمود والسي حميد والسي توفيق، توفيق زميل 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 الدراسه، سي توفيق اللي كيبقى واحد من الاصدقاء وزميل الدراسه اللي نكين له كل التقدير، وكذلك سي محمود اللي كيشتغل بمجال العدل في وزاره العدل، تحيه للسي محمود وتحيه لاخوان كاملين. فيعني شمس بدوي الى شكل الاخوان طهور احمدي فال تفكنا بالدنيا رابح الحنفي المدرب المنتخب الوطني للملاكمة، شفنا هذا يعني رجل الامن صراحة، تحية رجالات الامن والقوات المساعدة والوقاية المدنية والدرك الملكي والامن الخاص والكل على قدم وساق، ليس فقط منذ الساعة الاولى وانما يعني ايام وايام دائما على قدم وساق من اجل سلامة المواطنين والجماهير، كذلك يعني السلام عليكم سلامة المواطنين وسلامة المهير والسهر على السير العادي اللي حتى يمر هذا العرس الرياضي في أحلى دير. إذن دائما من الرباط عبد الرحيم منديل تحياتي السي حسيني مرحبا، لنا لمايا مرحبا بك، يوسف قدوي سلام سي ميمون واش كاين الماتش بإذن الله؟ سي محمد الله يحفظك بارك الله فيك، باذن الله، لان يعني احنا اللي كيهمنا وهو انه يعني الحضور ديال فريقنا النهضه البركانيه ممثل كره القدم المغربيه اللي غادي يكون حاضر وبشكل كبير وبتركيز، فما يهمناش حضروا فداك ما حضروش فداك، فاللي كيهمنا هو انه نفوزوا بهذه الكاس الغاليه اكيد، وهذا هو الهدف ديال الجماهير البركانيه وديال كل الأطقم اللي الهدف ديالها هو الظفر بالكأس لأضحى يعني من اختصاص يعني النهضة البركانية. سيوس قدوي تبارك الله عليك والاخوان كاملين، تحيه تقدير وموده. عبد الرحيم منديل مرحبا، رابح الحنفي نحن في اطار الاستعدادات نشوف السي رابح اي سي ميمون تباعد تقريبا اخرها اكيد. عبد اللطيف العراس السلام عليكم سي ميمون كل التوفيق للنهضه البركانيه اكيد، يعني تحيه لك وان شاء الله هذا الخير اللي نزل على الارض بركان يكون فوز للنهضه البركانيه ان شاء الله. هذه الاخت من القاضي بارك الله عليك. سي رابح نحن في اطار استعدادات لتايلاند خلال هذا الشهر، كما سنشارك في طربوس بكازاخستان خلال هذا الاسبوع في اطار مشاركه في تاهيل مجموعه من الملاكمين للمشاركه في اولمبياد باريس 2024، كل التوفيق
والنجاح سي رابح حنفي الخبير الدولي في الملاكمه واللي كان شارك في اكرا بغانا الدوره 13 الالعاب الافريقيه واللي من خلال يعني تسعه ديال الملاكمين خمسه ذكور واربعه اناث واستطاعوا باش يحرزوا على سبعه ديال الميداليات لولا يعني حاله خاصه طردت الملاكم لا كانت يعني الحصيله اكثر. فكل التوفيق لسي رابح الحنفي والقفاز المغربي لا خوف عليه مادام في يدي امينه. كل التوفيق والنجاح لسي رابح الحنفي اللي كان لاعب سابق للنهضه البركانيه كره القدم وكذلك شباب بركان. فتحيه لسي رابح الحنفي والاخوان كاملين. حنان وبوتي بن عبيد تحيه من مارسيليا حظ موفق للنهضه البركانيه وها هي كي جاتك القافيه يعني تحيه ليك وتحيه لذلك بن عبيد تحيه اعطي راه ملء التقدير والموده. فيعني كنحاولوا دائما نتواصلوا معكم من خلال هذا معنا واحد الاطار بعمله اقليم بركان. إطار بعملة إقليم بركان ولاعب سابق لكرة السلة ومازال في خدمتها والسنين الخبرة اللي راكمها هذه سنين خلاته يعني يقود السفينة ديال كرة السلة وحارس سابق لشباب بركان والهلال. فيعني عائلة مخوخان يعني كل التعريف. تحية للسي حميد مخوخ. سي حميد وتبدو يعني الأجواء احتفالية كنعيشوا عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك العيد الوطني أجواء جميلة جدا. تفضل سي حميد. الحمد لله اليوم راه فرحة كبيرة عيد كما قلت عيد وطني. الآن احنا كماشي كبركنا كمغاربة أكيد كنتسناو هذا إن شاء الله هذه المقابلة هذه اللي غتجمع ما بين فريق النهضة البركانية واتحاد العاصمة. أولا كنرحبوا بالناس نتاع اتحاد العاصمه الجمهور تاعهم الخاص ولا الجمهور الجزائري عامه مرحبا بهم في بلادهم. وحنا كنتسناو ان شاء الله حنا غادي ندخل التيران باش نشجعوا الفريق نتاعنا باش يتاهل للنهايه ان شاء الله. حنا داك الشيء اللي داز ليه وداك الشيء راه حنا كما يقولوا تجاوزوا حنايا تجاوزنا هذيك الامور. دابا حنا كرياضيين كاطور تقنيه كنتمناو باش انها المقابله تدوز في جو رياضي ونتمناو انتصار الفريق النهضه البركانيه وفوتوا الله فينا ان شاء الله. اذا دائما نعاود نقولها كلام جميل وانت الاجمل سي حميد. مرحبا مرحبا بارك الله فيك. اذا كنشوفوا الناس الرياضيين دائما المغاربه كنقولوها بكل صدق انه يستقبلون او يقبلون يعني او ضيوفهم ويقولوا لهم البلد ديالكم مرحبا بكم ودائما نقابل الشر بالخير والخير بالخير. وهذه من شيم يعني المرأة وهذه أصلة في المغاربة أكيد يعني. السلام عليكم. مساء الخير. عندنا من أصلة في المغاربة عندنا كنشكركم على التواصل ديالكم معنا وأكيد غادي نخليكم تعيشوا معنا ان شاء الله في المدرجات وفي الملعب البلدي كما يحلو لي دائما ان اسمي ايقونه الملاعب الوطنيه اللي غادي يزدان بالالوان الزاهيه وكذلك الخريطه المغربيه من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب من طنجه الى القويره. طنجه العاليه والعاليه بصورها إكرام التوالي ديما بركان ومربوحة إن شاء الله وديما مغرب التوالي اللي كتبقى يعني ابنة الحي إداري تابع للمكتب الجهوي للسمر الفلاحي اللي ملوية بركان وهي مقيمة بالديار الهولندية. فتحية الأخت يعني إكرام سي عبد الله. الله يحفظك. السلام عليكم. كي داير صباح بخير. نعاودوا صباح الخير. عاودينا. الله يحفظك يا سي ميمون. بارك الله فيك.
سيما خوخ الزين هذا مراد بركان. مراد بركان تبارك الله على ولاد المدينة ديالي الجميلة. نقولوا بركان جميلة وهي نموذج للمدن المغربية، فالمغاربة يعني حاضرين بقوة، وكنقولوا يعني حتى يعني إلا كانوا بعد فالأنظار تشد هنا يعني ببركان، وتبقى يعني وجهة يعني خصوصا قبل يعني الساعة الثامنة ستشد الأنظار هنا بهذه المدينة الجميلة الرائعة، ونقولها دائما وأبدا. وأنا كيبقى عندي كشعار مدينة صغيرة بالمساحة ديالها لكن كبيرة بالرجالات ديالها وبالنساء ديالها، يبقى عندي كشعار محفوظ بإذن الله. أكيد اللي كان حنان فيه التحية دائما نقولها تحية ومسعدة والأمن. اجي سيمون سير رشيد تبارك الله عليك. سيمون كنا الخريطه واه واه بيان سير واه هي اللي طالع عليها واه يلا عطيه اجي تفضل واه على المباراة ديال اليوم وكيفاش كتبان لك المباراة ديال اليوم؟ حنايا جينا هنايا جو احتفالي عرس رياضي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يعني كاع الأنظار متجهة لمدينة بركان، هذه المدينة الصغيرة المساحة ديالها كبيرة بالرجالات ديالها وبالنساء ديالها. المقابلة أكيد الجولة الأولى كان انتصار للنهضة البركانية بالقلم، إن شاء الله غادي تكون بالقدم، وإلا ما كانش بالقدم تكون بالقلم، وان شاء الله الكاس الغاليه غادي تكون نصيب النهضه البركانيه. وحنا المغاربه دائما كنرحبوا بالجمهور ديال اتحاد العاصمه، نقول لهم مرحبا بكم في المدينه ديالكم واهلا وسهلا ومرحبا، وحنا دائما نقابلوا الخير بالشر بالخير والخير بالخير. فنتمنى ان شاء الله كاس غاليه، ماشي غير نفوزوا بهذه المقابله وانما الكاس الغاليه تكون نصيب النهضه البركانيه الممثل الوحيد لكره القدم الوطنيه. وشكرا للاذاعه ديالكم تبارك الله عليك. دم كانت إذاعة ديال دوزام حاضرة، وكان هاد التصريح لإذاعة دوزام، فيعني نحاولوا دائما نزيدوا نلمعوا صورة هاد المدينة والجمهور ديال المدينة، وهاد المدينة هي عينة من عينات المدن المغربية، المغرب بصفة عامة والمغاربة يعني دائما أهل الجود والكرم والثقافة والشعر والأدب والتجارة والصناعة والحضارة، كل ما هو جميل ينطبق على المغاربة، الناس ديال الدعابة، الناس ديال الحيوية، الناس ديال الجد، ديال التعليم، ديال الفقه، ديال صراحة تاريخ مغربنا الحبيب يعني. أمطار الخير اللي كتهطل هذه اللحظة، فنسأل علي القدير أن يغيثنا مطرا، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين.
دين قناش كثير باش غادي نقطعوا هذا البث، ريتما نحاولوا نتواصلوا معكم بعد قليل باذن الله، نحاولوا نتواصلوا معكم اكيد. يعني الاخوان اللي كيتابعوا معنا وكيعرفوا هذه المدينه يشوفوا يتذكروا ويرجع بهم الحنين، واللي ما كيعرفوهاش فرصه باش يشوفوا المدينه اللي كانت مدينه جميله جميله جدا صراحه. مدينه بركان بغض النظر انه مدينتنا فهي جميله جدا بطبيعتها وبأناسها وبخيراتها وبالمناظر الطبيعيه الخلابه اللي كنشوفوا. ان شاء الله تبع الماتش داخل البيت نشجعهم اكيد. مرحبا بالاخت قضي محمد بويا بين الخريطه المغربيه خميس البركاني اكيد. هلا يعني هلا هذه اللي يعني اي مغربي تشيه في هذه صافي كت المغاربه لحمه واحدة أكيد. تاج بالعربي مرحبا، مرحبا بكم. نحاولوا غادي نقطعوا هذا البث ريتما يعني نتواصلوا معكم بعد قليل. المقابلة ستنقل بإذن الله، إذا كانت هناك مقابلة فلكي من هو انتصار النهضة البركانية المرور إلى المقابلة النهائية سواء لعبت أم لا تلعب، فانتصار النهضة فتحية جميع. فهذه مربوحة إن شاء الله، كيقول لك المقابلة مربوحة وهذا حي مربوحة، وفي الملعب ملي كنقولوا مربوحة كنقول لكم هذه الديا مربوحة وتحية النجوم مربوحة. إذن نودعكم على أمل اللقاء بكم فرصة قادمة بحول الله. نتمنى تكونوا قضيتوا معنا أطيب الأوقات وأحلاها إن شاء الله. سيميمون ننتظروا البث ديالك، فيعني البث ديالنا كيبقى قبل انطلاق المقابلة. الأجواء اللي كيعيشها الجمهور نقولوا هذه المرة المغربي، لأن يعني كنشوفوا إبداع فن على مستوى المدرجات من خلال الجمهور اللي كيبدع صراحة، لا من خلال الشعارات ولا من خلال الهادفة بطبيعة الحال، ولا من خلال ديك الألوان الزاهية، ولا من خلال يعني الإيقاعات المختلفة والتشجيع المستمر لا متناهي دون قيد أو شرط. فالآن يعني صراحة رجع بيا الحنين للزمن الجميل، ديك الاجواء الاحتفاليه اللي كنا نعيشوها سواء الاعياد الدينيه او الوطنيه. فالجو جميل جدا، شفنا الناس من كل صوب اتجاه من المغرب، والوجهه واحده وهي بركان، واللي بعاد غادي يتابعوا عن طريق شاشه التلفاز. فيعني كل التوفيق. معنا كذلك الاستاذه بنت حمان نوريا بنت مربوحه، وقالت لك مربوحه ونقول لها هي مربوحه اكيد، هيا الزنقه ديالكم لهيه. هذه بنت حمان نوريا نقول لك
شكرا والف مبروك ميمي محمد. ما اظن ان ما اظن كاين مفاجاه في تشجيع الجمهور البركاني، فالجمهور البركاني دائما فنان. المفاجاه هو غادي ربما سيبدع كما عودنا دائما في كل مناسبه، وصاحب العلامه الكامله. ونقولوا للجمهور ديال والفريق ديال اتحاد الجزائر اهلا وسهلا. فالمغاربه عادي جدا بالفطره بالثقافه بالتربيه انهم يرحبوا بالضيف ومرحب به، فيعني عادي جدا اقل ما يمكن فعله. فتحيه للبركنه وتحيه للمغاربه وتحيه للجاليه صراحه التي نكن لها كل التقدير اللي دائما محاضره معنا في كل مناسبه. اذا الى اللقاء، واعتذر عن عدم قراءه بعض التعليق لانك شكرا سيميمو الله يعزك، تغطيتك دواما رائعه وانت الاروع، عيونك رائعه. عزيز الرشدي ابن حي سالم لاعب سابق شباب بركان ومدغ، السلام عليكم والله يطول في عمر الحاجه يعني الكامله، واللي دائما الحياه ديالكم كتكون كامله بوجود الحاجه الكامله. الله يطول في عمرها ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم مربوحه ان شاء الله. هذا السي رشدي حميد وحاله كذلك لاعب سابق ديال كره اليد، الاخ ديال صديقنا رجل التعليم والرئيس السابق لبلد جامعه بركان الله يرحمه ويوسع عليه سي وحاله. تحياتي سي ميمون، تحيه متبادله اخي حميد ومجيد القيت، هذا البيطري ديالنا زميل عمل سابقا طبيب بيطري احلى نوريا بن حمان ميمي اللي صديقه ديالها قاضي النجم. النجم الله يحفظك ميمون الله يعزك على التغطيه مربوحه ان شاء الله. اذا ما كنسخاوش بكم، لكن غادي ندير التليفون باش يتشارجا، لان الا بغيتوا تضحكوا عليا نقول لكم بصريح العباره، هذاك الباتري الكبير قلت ربما ما غاديش يخليوني ندخله، ودرت ربعه ديال التليفونات باش تكونوا عليهم، وراني نشارجي كلش لان راه غادي ندفعوا الشلال، وفيها لوردوف وفيها لونطري وبلا ريزيستونس وفيها فيها فيها هذا النهار، هذا راه عرس بكل ما تحمل الكلمه من معنى. نور الدين بالحيو الله يحفظك، بركان في الدم، هذا سي بالحيو استاذ ديال المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقيه بالعرائش وابن طنجه، محب وعشيق النهضه البركانيه حتى النخاع. يعني هذا اللي بغيت دائما نقولها ونعاود، هذا راه الا لعب بركان مع طنجه الوحيد هو ولد طنجه ولكن مع بركان، هذا يعني يستاهل كل خير. هذا هو المتيم بفريق النهضه البركانيه. الله يحفظك ميمون. كان تسولي 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 فين راك تسولي؟ تسولي الفنان ديالنا سي ناصر تسولي، سي ناصر تسولي نديرو بعدا سي ناصر تسولي مرحبا حميدو حالو ربي يحفظك والله. شكرا بزاف سي ميمون ميمي. اذا كنشكركم دائما على التواصل ديالكم معنا، وغادي نقول لكم الى اللقاء باش نخليو نشارجي التليفون بردي، راه خليوني باش خصو يكون يعني عن اخره، باش نحاولوا الاجواء اللي كدور بالملعب يعني ما كتشوفوهاش مباشره، يعني هذاك كتكون خصوصا اللي كيكونوا قراب لينا، باش تواصلوا مع الاصدقاء ديالنا ابناء بركان، واحد العدد ديال الوجوه المغربيه اللي غادي تكون حاضره معنا. غادي نربحوا غادي ريحوا الجمهور، غادي يخلعهم اليوم بالتليفون ان شاء الله ميمي ان شاء الله. حمدون عبادي مول الحانوت، تحيه خويا ميمون بروحه بحول الله. اذا سي عبادي هذا التلميذ ديال سي يحيى الراس مقيم ديال الهولنديه، واللي حضر البارح يعني الحفل ديال التكريم الصديق ديالنا اللاعب السابق لنا النهضه البركانيه والبريد الرباطي، واللي كيبقى يعني يعني لاعب اللي بصم بحبر من ذهب في تاريخ سجل تاريخ كره القدم البركانيه. بن عيسى زناسني مربوحه ان شاء الله مربوحه، وهي مربوحه هي مربوحه بعدها مربوحه باذن الله. ابردي مصاحب ابردي ابردي بتعرف راني التليفونات والله الا بغيتوا تضحكوا عليا، والله الا جبت اربعه ديال التليفونات كاع شرجيتهم، يعني اللي غادي ندير البث به المباشر غادي ندير، واللي غادي نسجل به غير باش ما نغبنوش الاصدقاء ديالنا اللي كيتابعوا معنا البث ديالنا، واخا كيكون منقول عن طريق شاشه التلفاز، وانما كيكون النقل ديالنا بنكهه خاصه، بنكهه ديال نتواصلوا. ابردي 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 بن دحمان نوريا ان شاء الله لك واننا ايامك ان شاء الله. هذه بن دحمان نوريا اللي كتفاعل تتواصل مع بلال السويدي اللي كان يحاولوا يتواصل معنا.
سميره معافه هذه الرياضيه ديالنا، تحيه لها وتحيه الناس ديال بني جديد وديال عزيز رشدي. راني في الخدمه خويا ميمون، ندير المباشر باش نتفرج. مرحبا، شكرا لك ام صهيب الزنبي، تبارك الله عليك، وتحيه للعائله ديال الزنبي والشاب محمد الزنبي الله يرحمه ويوسع عليه، صديق ديالنا الفنان اللي صراحه يعني غادرنا للبقاء الله يرحمه ويوسع عليه. اذا الى اللقاء، فرصه قادمه بحول الله.